ما تقولش ولا حاجة، أنا مش عاوز غير حاجة واحدة بس، ترجع. ارجع من غير ما تقول حاجة، بس ارجع. اوعى تفتكر إن أنا هستناك تعوض اللي أنت عملته، ما يتعوضش يا ابني، ما يتعوضش، بس ما يفرقش معايا. لا هتعوض الوجع قلبي اللي حصل لي، ولا هتعوض الفلوس اللي ضيعتها، ولا هتعوض كرامتي، ولا هتعوض الذل اللي انت عملته فيا وفي نفسك، ما يتعوضش. ومع هذا ما يأثرش خالص على موقفي. ترجع تاني تتمتع بابوك وبيت ابوك. ما يحزن قلب الله انك تبقى عارف ان انت مش سعيد ومش مرتاح، ومفيش غير سكة واحدة، انك ترجع لحضن ابوك وتفضل بتكابر ومن سيء لأسوأ. ودي بتحصل مع ناس كتير. يقول هو انتوا فاكرين ده سهل عليا ان انا اشوف ولادي بيتذلوا للدنيا، بيتذلوا عشان سيجارة، وبيتذلوا عشان خمرة، وبيتذلوا عشان جنس، وبيتذلوا عشان مركز، وبيتذلوا عشان فلوس. هو ده سهل عليا؟ ده ربنا غني جدا، واب غني وبيدي عياله ببلاش، وعاوز يقول كل ده متاح من غير ليه الذل يعني، وليه البهدله دي كلها؟ بس مين سامعك؟ مين حاسس بيك؟ مين عارف انت بتفكر ازاي؟ انت قاعد في بيتك متألم، واحنا ايه طايحين في الدنيا باستقلاليه وبحريه وكأننا عايشين صح، واحنا الحقيقه احنا اللي تعبانين، تعبانين ومتبهدلين ومذلولين. والحكايه واحد، الحاجه الى واحد، لف وارجع. طبعا الواحد بيبقى فاكر انه لو لف ورجع هيسمع له بقى كلام دبش بقى، وايه اللي انت عملته ده، ومالكش حق، وانت اصلك وفصلك، مفيش كلام زي كده عند ربنا. اول حاجة توجع قلب ربنا انك تبقى في كنيسته وتبقى في بيته وتبقى خادم عنده، وبعدين يجي لك لحظات وايام ويمكن سنين تتخانق مع ربنا كأنه ظلمك. مش ده اللي عمله الابن الاكبر؟ قال له سنين بخدمك، سنين بتخدمني، ليه تجيب لي تجربة؟ ما أنا بخدمك، ما أنا بصلي، ليه يحصل لي كده؟ يا ابني ما اللي بيحصل لك ده حب، ده خير. إنما أحيانا يتجاسر الإنسان ويتهم الله أنه قاسي وأنه ظالم وأنه مش حقاني. والإنسان المتدين أحيانا يتهم الله بالتحيز لغير المتدينين، يقول له يعني كنت عاوز نمشي غلط عشان الدنيا تمشي معايا، خلاص بقت جميلة في ربنا، يوم ما يجي يربيكم بطريقة ولا يضيف في إكليلكم وراثتكم مش مستحملين له حاجة، بتزعقوا في ربنا، تشخطوا فيه، مطلعينه هو اللي وحش، هو اللي ما بيفهمش، هو اللي قاسي. نتهم الله، نتهمه أحيانا، أنت فين؟ فين؟ وأنا عمري اختفيت؟ ما أنا كنت جنبك. أنت مالكش حق، مالكش حق يا ابني. إزاي ماليش حق؟ ده كل الحق فيا وكل الحكمة فيا، أنت اللي مش فاهم. بس يفضل ساكت ربنا كأنه مخطئ، كأنه مدان. وتقول الآية كي تغلب متى حكمت، يعني لازم هتطلع معاك حق في اللي بتعمله. ما يحزن قلب الله قسوة القلب. ازاي تقبله؟ لا كانوا هلكوا، يستاهلوا يهلكوا يا ابني. انت تفرح لما الفئات اللي بتكرهنا دي تتوب؟ انا كنت عاوز اشوف فيهم يوم. يا ساتر يا ساتر على قلبك، انت مش طالع لابوك ليه؟ ساعات كده في قلوب مسيحيين كتير مستنيين يشوفوا يوم في ناس معينة، فربنا يبص لقلبنا كده يقول انتوا جبتوا القلب ده منين؟ ده انا مش كده خالص، ده انا مستني يوم كل الناس دي تتوب، كلهم يتعدلوا، كلهم يشوفوا السماء بعينيهم. لكن انتوا ليه قلبكم ناشف كده؟ واللي يظلمك مرة تبقى مستني فيه يحصل له ويحصل له، واللي يسرقك مرة تبقى مستني يجرى له وما يجرالوش، واللي يظلم عيالك تبقى عاوز تنتقم وحايش نفسك بالعافية. ليه القسوة دي؟ ليه قسوة القلب ده؟ ده أخوك ببساطة كان ميتا فعاش، كان ينبغي أن نفرح.
ربنا يحزن من قسوة قلوبنا ان احنا مش عارفين نبلع لبعض الغلط. فلان غلط وكأنه غلط في ربنا. طب ما بيغلط في ربنا وربنا مفوت له، انت مش بتفوت؟ لا، ما انت قلبك غير ربنا. ما يحزن قلب الله ان قلبنا حجر استحملش الحد الغلط. ونعد، خلي بالكم ده غلط فيه قبل كده مرتين ثلاثة، ربنا يبص لنا كده مستغرب، جبتوا الطبع ده منين؟ انا طبعي مش كده، امال ولادي على ايه؟ طب ده انا بس بفوت لكم في اليوم الواحد مئات المرات، انتوا مش بتفوتوا البعض ليه؟ ليه عاملين كده؟ والاب يطلع يا عيني يحايل في ابنه الاكبر، يقول له يا ابني ما صدقت اتلميتوا انتوا الاثنين، ده انا قاعد مستني اليوم اللي يرجع فيه اخوك، كمل فرحتي وادخل، ما تكسرش قلبي في اليوم اللي انا فرحان فيه باخوك، هتضيع احلى يوم عندي، انا فرحان ان اخوك رجع، انت هتنكد عليا النهارده؟ كل ده يجوز يكون في قلب هذا الاب اللي قال له كان ينبغي ان نفرح لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد.